المتابعين الكرام، اهلا وسهلا. النهارده احنا بنشتري مشتريات العيد، عشان انتوا عارفين ان احنا بنعمل اول يوم عرفه بنعمل افطار للناس. فانا هنا عند سعيد وعبد النبي، اشهر اثنين سيده للخضار. طبعا انا نزلت العصر، عشان طبعا الدنيا الجو حر زي ما انتوا عارفين. شايفين ما شاء الله الخضار عنده جميل جدا ومهود في الاسعار. شايف ماما لوزة وام عبد الرحمن عشان نجيب خضار والحاجات. اهلا اهلا بيكي يا حاجه قناه تيتا سميره. اهلا بيكي، ازي الصحه؟ عامله ايه؟ كل عام وانتي بخير. الحمد لله. ان شاء الله عيد كده سعيد عليك ان شاء الله، والسنه الجايه تكوني كده على عرفات يا رب. الله يبارك. ايه رايك في حاجه سعيد وعبد النبي؟ ما احلى حاجه والله. والله احلى خضار عند عبد النبي. انا بصراحه بتعامل معاه من سنين والله. ربنا يبارك. الله يكرمك. اعمل لك شهره يا عم. تنوريني يا حبيبتي. الله يكرمك. ايه هتعملي اول يوم العيد ان شاء الله؟ فتك المعطيات. جميلة جدا ما شاء الله. سلامتك طيبة. انتي طيبة يا حبيبتي كده. اولادي بيقولوا واحفادي. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ينوروك يا حبيبتي على طول يا رب. يا حبيبتي ان شاء الله. علينا ايام بخير يا رب. امين جميعا يا رب. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. نورتيني يا حاجة. يا احمد، ايه الاخبار؟ القطة النهاردة يا باشا؟ قطة تفاح زي الفل يا باشا. جميلة النهاردة؟ عندنا تفاح النهاردة. ايه حلوة للصلصة؟ عندنا تفاح وعندنا كل حاجة. ايه حلوة للصلصة ولا ارفع راسك فوق، انت مصري. حلوة كده؟ جميلة. حلوة القوطة ما شاء الله النهاردة اهي. انت نعمل منها يا باشا. نعمل منها سلطة. ماشي. البلد بتاعتنا مش كلها خير. وظيفتها طول العمر كلها خير. ايه يا عبد الثاني؟ انت يا عبد. خلاص كده احنا خلاص جهزنا حاجاتنا بقى كده الحمد لله من عند عبد النبي وسعيد. خلاص ان شاء الله عشان مستنيين كده يوم عرفه ان شاء الله نعمل الافطار باذن الله. وكل عام وانتم بخير. يلا عبوا 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 تنفع يا محروس. تعرف تنفع منها صينيه يا عم؟ صينيه وطبيخ وكل حاجه حلوه يعني. وتحمير. حلو على ضمانتك. ايوه على ضمانتي يا باشا. ماشي يا ضمانتي يا باشا. بس مستشفى حضن مرصود. نعمل معاها لقاء وتقول لنا رايها ايه في حاجة سعيد. صراحه حاجه ممتازه. انا ما بجيبش. شوف انا ساكنه في المطبعه دار السلام، باجي يوم اجازتي اجيب حاجتي هنا من عنده. حتى الدكاتره عندنا بيجيبوا حاجه من عنده، ما بنخرجوش من عنده. اي حد ده لغير سعيد. حاجه ممتازه ونظيفه ومضمونه. ايوه صراحه. ومتساهل جدا، اهم حاجه يكون متساهل. وعبد النبي ده كويس جدا، وسعيد واحمد. سعيد صراحه اقول لهم هاتوا الحاجه، وهو السروال لغايه ما اخد من الشغل. والدتي على طول تقول لي اوعي ما تجيبيش الا من سعيد. ايه ده سعيد؟ هو تقول لي اي حته ثانيه. صراحه حاجته جميله. ناويه ان شاء الله بقى تعملي للولاد ايه اول يوم العيد؟ ايوه مدام فتة طبعا ان شاء الله. ايوه باذن الله. لسه جايب البصل امبارح من عنده والقوطه. ايوه. وجبت لهم بطاطس. ساعات بحب احمرها بالليل بصراحه. البطاطس بتاعته جميله جدا. ايوه المحمره بتاعته جميله. ولا حروقه والكلام ده الا ايوه. طب حضرتك بقى اتفرجي على المطبخ تيتا سميره ونشوف الفته. أيوة. ونشوف الرقاق. لا ساعات وساعات صراحه. بس ساعات لما اكون يوم اجازتي بتفرج صراحه. ايوه. طب ماشي يا حبيبتي. سعدنا بيكي. ان شاء الله بحضرتك تبين اللي احنا شفناه. تسلمي.